السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم. البداية من صحيفة الإيكونومست التي نشرت مقالا بعنوان بشار الأسد يفتقد إلى الرجال لتوسيع المكاسب التي حققها. قالت فيه: وفقا لرئيس بشار الأسد، فإن الاقتتال الداخلي الذي مضى عليه 3 سنوات ربما ينتهي في القريب العاجل. متحدثا في جامعة دمشق في 13 إبريل، أعلن أن حرب جيشه على الإرهاب وصلت إلى نقطة تحول، وقال إنه من الآن فصاعدا فإن جميع العمليات سوف تكون عمليات تطهير ليس أكثر. حلفاؤه يرددون هذه النظرية الوردية أيضا. وكان الحكم الأخير الذي أطلقه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الذي لديه 5000 مقاتل يحاربون إلى جانب الأسد، قال بأن خطر سقوط النظام السوري قد انتهى. ولكن على الأرض الصورة أكثر ضبابية من ذلك بكثير، فبدلا من إظهار ميل الأمور لصالح قوات النظام، يبدو أن القتال الأخير كان يهدف إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها كل جانب. صحيح أن الأسد أصبح يواجه تهديداً أقل خطراً في معاقله القوية، ولكنه يفتقر إلى الرجال لتوسيع المكاسب التي حققها. لازالت سوريا مقسمة في الواقع إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى يسيطر عليها خليط من المعارضين. مع عدم وجود أي احتمال لتدخل خارجي، فإنه من الصعب توقع حصول أي حل عسكري قريب للصراع. يبدو أن غالبية قوى المتمردين احتوت أو قلصت على الأقل الخطر الذي كانت تفرضه الدولة الإسلامية في العراق والشام العام الماضي. وسعت هذه المجموعة التي يقودها عراقيون ومعظم عناصرها من الأجانب، وسعت نفوذها في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. قسوتها والأيديولوجية الإسلامية التي تحملها أدت إلى ردة فعل وطنية سورية. منذ أن اندلع القتال الداخلي بين المتمردين في يناير، تراجعت الدولة الإسلامية إلى مدينة الرقة والأراضي المحيطة بها. جهود الدولة الإسلامية للخروج وكسر الطوق في المناطق الكردية في الشمال الشرقي باتجاه مدينة البوكمال على الحدود مع العراق يبدو أنها قد صدت، وهذا أحد الأسباب التي جعلت المتمردين أكثر حرية لزيادة ضغطهم على قوات الحكومة في حلب. على الرغم من برنامج الأمم المتحدة لتجريد الأسد من أسلحته الكيماوية في سبتمبر الماضي، فإنه يقال إن 1/3 السلاح تم تسليمه تقريباً، وهناك تقارير تفيد بأن قوات الحكومة تستخدم الغازات السامة مرة أخرى. الحدث الموثق الأخير يتضمن استخدام غاز الكلور غير المحظور من الناحية الفنية وفقاً للمعاهدات الدولية. في 11 و12 إبريل يبدو أن هذه الغازات استخدمت في كفر زيتا، وهي قرية تقع تحت سيطرة المتمردين وتبعد 200 كيلومتر شمال دمشق. كما وردت تقارير تفيد بأن عشرات الأشخاص عانوا من أعراض التسمم والألم الشديد. الحكومة من جانبها اتهمت المتمردين باستخدام الغاز لجذب التعاطف الدولي، ولكن هذه الرواية قاصرة عن توضيح كيف استطاعت وسائل الإعلام الرسمية تحذير القرى المجاورة الموالية من حصول هجوم وشيك بغاز الكلور. ننتقل الآن إلى صحيفة القدس العربي، حيث كتب واسين الأعرج مقالا بعنوان عقلية الحاكم العربي ومنطقه. قال فيه: سؤال يشغلنا جميعا، لماذا هذا التخلف المدقع في الوطن العربي؟ هل مرجع ذلك سبب تقني وسوء تسيير يمكن تصليحه بالكفاءة التي لا يشكو منها الوطن العربي؟ أم أن الأمر أكثر تعقيداً ويضرب عميقاً في عقلية الحاكم العربي؟ أعتقد أن الأمر الثاني أقرب كثيراً إلى الصواب. لم يبلور الحاكم العربي أي مفهوم للديكتاتور حتى بمنطق الديكتاتور العالمي إلا داخل فعل التخلف والرعوية المضادة، ليس فقط لأي تطور ولكن لأي تنور، على عكس الدكتاتور في أمريكا اللاتينية الذي تحول بفعل التكرار والزمن إلى رديف للأب في منطقه العميق، الأب بالمعنى الأوسع الذي يحق له العقاب والتعزير لأبنائه. هو السيد على كل شيء.
طبيعي شخص بني بهذه الطريقة لا يمكنه أن يترك الحكم أو حتى يفكر بذلك. لا يوجد في الوطن العربي نموذج واحد يستحق أن نفرده عن غيره إلا فيما ندر، لهذا يموت على الكرسي وهو لا يفكر في خليفته حتى اللحظة اليتيمة من الحياة. فالبلاد ومن وما عليها ملك لرجل واحد ولعائلة في أحسن الأحوال. لا يعقل أن تكون الأنظمة الجمهورية العربية كلها متشابهة إلى هذا الحد من التماهي، حتى لا تكاد تكون شيئاً واحداً، حتى تلك التي مرت عبر آلام وانكسارات وأفراح لحركات التحرر الوطني التي كان يفترض أن تؤسس لنموذج علاقة جديدة أخرى شبيهة بما حدث في أفريقيا الجنوبية على يد نيلسون مانديلا الذي وضع بلاده في المسارات الصحيحة وخرج الحرب الأهلية ثم انسحب بعد سنة. ودستور يقع خارج الإثنيات والأديان تحديداً، لأن إثارتها الدساتير ستدفع بالوطن العربي المتعدد الأعراق والإثنيات والديانات إلى التقاتل والإحاح بدرجة الأولى على المواطنة من منطق احترام الحقوق والواجبات لكل الناس وبلا تفرقة بينهم، وحفظ أعراضهم وأموالهم من خلال مؤسسات قانونية مستقلة وحقيقية، والتركيز في الدستور على نظام الدولة ومهمة كل مؤسسة وحدودها بحيث يمكن للشعب محاسبتها في أي وقت. من هنا فالمواطن العربي يحلم بدستور صغير بلا ديباجات فارغة وإطناب، المهم أن يكون محصلة إجماع وطني على مواده المجردة من أي أيديولوجيا مثل الدساتير العالمية الديمقراطية. بدون ذلك سيظل الحاكم العربي في نموذجه الفاسد هو المتسيد أبداً، ولا تفعل التحولات والثورات شيئاً فيه إلا إعادة إنتاجه وفق المقاييس التي يفرضها العصر، ويظل هو هنا أبداً آلة تخلف وليس آلة تقدم وخير وتطور، هي عقلية ومنطق وليس مجرد هوى. نواصل مشاهدينا الكرام مع موقع هورلار التركي الذي نشر مقالا بعنوان كيف نجح الأسد في البقاء في السلطة حتى الآن؟ قال فيه قبل فترة وجيزة كاد كل الخبراء أن يجزموا بأن سقوط الأسد إنما هو مسألة شهور على أقصى حد، لكن يبدو أن الأمر قد تغير كليا، فما هي أسباب صموده حتى الآن؟ كانت مدينة معلولة في أيام السلام تعد من المدن السياحية في سوريا. قوات الأسد ومسلحو المعارضة تبادلا كلاهما السيطرة على هذه المدينة، فبعد وأن كانت لأشهر طويلة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، ها هي قوات الأسد تنجح قبل بضعة أيام في دحرهم وبسط نفوذها عليها. وتأتي استعادة السيطرة على معلولة ضمن عملية عسكرية موسعة، حيث استعادت قوات الأسد منذ تشرين الثاني السيطرة على جزء كبير من منطقة القلمون الواقعة بين دمشق وحمص. وفي هذا السياق يقول هشام جابر وهو جنرال سابق في الجيش اللبناني هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة لأمن دمشق، ذلك أن أهم الطرق التي تربط بين دمشق وحمص ومدينة اللاذقية الساحلية تمر عبر هذه المنطقة. ولقد تمكنت قوات الأسد في الأشهر الأخيرة من تحقيق عدد من النجاحات، على ما يقول سيبستيان سونس خبير في الشؤون السورية من المعهد الألماني للدراسات الشرقية. الأسد يستمد قوته من ضعف المعارضة. من جهته يعزو أندري بانك خبير في الشؤون السورية من معهد جيجا الألماني لدراسات الشرق الأوسط يعزو هذا التقدم إلى عدة أسباب، أهمها نجاح الأسد في وقف عمليات الانشقاق في صفوف الجيش النظامي السوري، ويوضح قائلاً كذلك بفضل الدعم المالي الإيراني فإن القوات تتلقى أجرها، وفي الوقت نفسه يتم تسليط أقصى العقوبات على المنشقين من الجيش. ويشير بنك بأن هناك عدداً من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي وهم مقاتلون من الأقلية العلوية وكذلك مقاتلون من حزب الله، بالإضافة إلى ميليشيات شيعية من العراق وأنصار الحرس الثوري الإيراني.
وكذلك على الصعيد الدولي، فقد تحسن موقف الأسد بعض الشيء، فمن خلال الاتفاق بشأن تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، أصبح الأسد شريكاً في المفاوضات. وحتى عندما تحدث هجمات بالأسلحة الكيميائية مثل ما حدث الأسبوع الماضي، فإن ردود المجتمع الدولي كانت متحفظة جداً. يبدو أن بشار الأسد واثق من نفسه ومن قواته في تغيير مجرى الأمور، حيث قال الأسبوع الماضي أمام عدد من الطلبة في دمشق أن الأزمة السورية قد بلغت نقطة تحول، وأن الجيش النظامي بصدد كسب الحرب ضد الإرهاب. لكن سونس يرى أن ذلك مجرد بروباغاندا، وكذلك مقاتل المعارضة يفتقدون للقوة التي من شأنها أن تشكل خطراً على الأسد وقواته. بشار الأسد ونظامه يسيطرون على جزء كبير من العاصمة دمشق وعلى عدد من الطرق الرئيسية في الشمال وفي اتجاه حمص والشمال الغربي، وكذلك على المناطق ذات الأغلبية العلوية على ساحل البحر المتوسط. أما مقاتل المعارضة فيسيطرون على الجنوب والمناطق الشمالية المحاذية للحدود التركية. وفي غضون ذلك فبإمكان الأسد أن يعد لإعادة انتخابه مرة أخرى في حزيران، حيث من المقرر تنظيم انتخابات رئاسية في سوريا، ويبدو أن الرئيس يريد الترشح لفترة رئاسية أخرى تدوم 7 سنوات، ولا أحد يشك في أنه سيفوز بها حتما. ننتقل الآن إلى صحيفة السبيل الأردنية، حيث نشرت مقالا لفهم هويدي بعنوان السوريون يبحثون عن صديق، قال فيه: هل أصبح السوريون حقا بلا أصدقاء؟ هذا السؤال الذي يردده بعض المثقفين السوريين موجع ومخز في ذات الوقت، فإنني أعتبر السؤال مخزيا لأن الإجابة عنه ليست واضحة أو حاضرة، وإنما تتعدد فيها الاجتهادات تبعا لتعدد القراءات. لذلك أزعم بأن السؤال يحتاج إلى تفكيك. قبل أي كلام أذكر بأننا نتحدث عن انتفاضة الشعب السوري التي تدخل الآن عامها الرابع، بعدما تفجرت داعية إلى إسقاط النظام القمعي القابض على السلطة منذ نحو نصف قرن. ورغم أن مقاومة النظام لم تتوقف وتعددت أشكالها طوال تلك الفترة، إلا أن ثورة الشعب الكبرى بدأت في شهر آذار من العام 2011، إلا أن بسالة الشعب السوري وصموده المدهش واستعداده الخرافي للتضحية مما ينبغي أن يحسب حسابه. حتى أزعم أن كل الوطنيين في سوريا صاروا شهداء، بعضهم رحل عن الدنيا والبعض الآخر لا يزالون على قيد الحياة، شهداء يمشون على الأرض ويستقبلون الموت بصدور عارية وشجاعة مذهلة. أكثر من 3 ملايين شردوا خارج البلاد، وأعداد مماثلة لهم تم تهجيرهم وتشريدهم داخل البلاد، وهؤلاء لم يرحمهم النظام الوحشي الذي ما برح يطاردهم بالكيماوي السام وبالبراميل المتفجرة. ذلك أن مشاهد التنكيل التي حولت قلب العروبة النابض إلى قلبها المغدور والنازف تمت كلها تحت سمع وبصر العالم أجمع، وفي المقدمة منه الأشقاء العرب. في تحليل ما جرى سنجد أنه لا مفر من الاعتراف بأن الثورة السورية انطلقت في ظروف غير مواتية إقليمياً ودولياً أسهمت في إطالتها وفي رفع كلفتها. إن القوى المحافظة الفاعلة في العالم العربي كان ولا يزال موقفها المناهض والرافض للربيع العربي على جملته. من ناحية ثالثة فإن النظام البعثي أحيط بدعم قوي من إيران ومعها حزب الله ومن روسيا التي دافعت بشراسة عن ذلك النظام في المحافل الدولية. ومن ناحية رابعة فإن ظهور الجماعات المتطرفة ذات الأهداف الغامضة والمنفرة في صف مقاومة النظام أساء إلى الثورة، لأنه أعطى انطباعا بأنه إذا كان النظام البعثي سيئا فالبدائل المتاحة أسوأ منه وأضل سبيلا. وتلك نقطة استثمرها نظام دمشق في إقناع الجميع بأن سقوطه سيعرض المنطقة المحيطة لمخاطر عدة يمكن أن تحدث انقلاباً في خرائطها يهدد الاستقرار والسلم فيها، وهو ما أفزع الدوائر الغربية التي تشغلها مسألة أمن إسرائيل ويؤرقها أي تحول من شأنه المساس بمصالحها.
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق أزمة الضعف والهشاشة التي يعاني منها المجتمع المدني والقوى السياسية في العالم العربي، فإن ذلك يسلط الضوء على بعد آخر للمشهد، ينبهنا إلى أنه في حين كانت الأنظمة العربية عاجزة عن أن تقدم شيئاً لثورة الشعب السوري، فإن المجتمعات العربية عانت من العجز ذاته. وإذا قال قائل إن هناك الكثير الذي يمكن أن يقدم للسوريين في البلدان التي لجأوا إليها، فإنني أتفق معه تماماً، زاعماً أن التقصير في هذا الباب لا عذر فيه لأحد، ومشدداً على أن بعض الحكومات العربية لم تخيب أمل السوريين فحسب، وإنما أحرجت شعوبها وأشعرتهم بالخزي والخجل، وهو ما لا يجدي معه الاعتذار أو الشعور بالذنب. نواصل مشاهدينا الكرام مع صحيفة إيلاف، حيث نشرت مقالا بعنوان كل المرشحين للرئاسة السورية بشار. قالت فيه ينوي الرئيس السوري بشار الأسد أن يستمر في ولاية جديدة مرشحا نفسه ليكون الرئيس السوري مرة أخرى، ولكن على أي سوريا يريد الأسد أن يكون رئيسا؟ أو أي رئيس يريد أن يكون في سوريا التي بقي منها في عهدته أقل من ثلثها، حتى بعدما أعاده حزب الله إلى القلمون بعد طول غياب؟ ينوي الرئيس أن يترشح مرة أخرى طامعاً بالنجاح بنسبة 99.99% من أهالي دمشق أو بعضها، أو من أهالي محافظتي اللاذقية والسويداء، حيث الحرب لم تضرب ضربتها الكبيرة بعد. فحتى في المناطق التي طرد منها حزب الله وخلفه الجيش العربي السوري ما يسمونه بالمسلحين والمجموعات الإرهابية، مستحيل وضع صناديق اقتراع على أنقاض الحياة السورية. بالرغم من هذا كله، ليس ثمة ما يردع الأسد عن غيه الديمقراطي، حتى أنه رحب مراراً بمرشحين آخرين يزاحمونه على هذه المسؤولية الثقيلة. ووفقاً لذلك، نشر ناشطون سوريون صورة للأسد في وجوه عديدة لتأكيد على أن أي مرشح الآن في هذه المرحلة الحساسة من عمر الثورة السورية هو مرادف للأسد لا أكثر. ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء، حيث نشر مقالا لمصعب حمادي بعنوان نصائح متعددة للكتائب المقاتلة. جاء فيه إن في ضرب النظام لريف حما بالغازات للمرة السادسة في غضون أيام درس عسكري لابد للثوار وضباط الحر والمجاهدين من استيعابه. النظام لن يسمح لكم بالوصول لمراكز المدن، سوف يستمر بحصر المعارك بالأرياف ثم يضربكم بالكيماوي والغازات كلما تقدمتم نحو مدينة كبرى، كما هو حال تقدمكم نحو مدينة حما الآن. النظام ليست لديه مشكلة بقتالكم وقتلكم لعشرات السنين في بلداتكم وقراكم، وهو في ذلك معه رخصة دولية من كل الدول كي يدمركم تدميراً. أنصح كل من يقاتل على هوامش خان شيخون وحما وإدلب أن يتخلى عن فكرة التقدم مؤقتاً حفاظاً على المدنيين من مزيد من موجات الإبادة الكيميائية، والعمل بدلاً عن ذلك على الرباط والمحافظة على خطوط التماس، ومن ثم التحرك لدعم جبهتي حلب والساحل. الثوار في حلب يخوضون معركة قوية من شأنها لو دعمت أن تسهم بتحرير المدينة عما قريب، وجبهة الساحل التي تباطأت يجب أن يصل إليها مجاهدون وثوار من كل أنحاء سوريا فيضعون سلاحهم وذخيرتهم في خدمة المعركة. لا بد من ضرب القرداحة واللاذقية بالصواريخ ليل نهار، لا بد من توسيع جبهة الساحل أفقياً وعمودياً انطلاقاً من سلمة وجبل الأكراد، لا بد للثوار من الانقضاض على حاضنة نظام غرب نهر العاصي، يجب الهبوط من سلمة شرقاً وغزو جورين وشطحة والإطباق على النظام في عمقه السكاني وصولاً حتى سلحف جنوباً، وجعل الضباط والشبيحة يتركون مواقعهم في دمشق وحمص وحلب ويتوجهون لحماية بيوتهم ومسروقاتهم في قراهم الجبلية. إن 3 سنين مدة كافية لتعلم القليل من العبر والدروس العسكرية،
كفانا موتا بالمجان، فالعالم كله يشمت ويفرح بنا، حتى أولئك الزنادق الذين يسمون أنفسهم أصدقاء الشعب السوري. ادخلوا على نظام الباب في جبال اللاذقية فهو لن يألم بغير ذلك، وسيستمر بضرب أريافنا بالكيماوي حتى يبيدنا عن بكرة أبينا. نتابع مشاهدينا مع صحيفة زمان الوصل، حيث كتب خطيب بدل مقالا بعنوان قولوا نعم للسيد الرئيس بشار الأسد. قال فيه: لم يكن نظام حافظ الأسد وبشار الأسد يقبل بأن يعين رئيس بلدية في أقصى شمال سوريا أو شرقيها أو جنوبيها أو غربيها، إلا إذا كان الشخص المقترح للتعيين في الوقت ذاته بعثياً ومقرباً مكفولاً من شخص بعثي معروف بولائه للنظام، وأن يكون مستعداً للتعاون ليس مع فرع الحزب، لأن فرع الحزب لا أحد يشتريه بنص فرنك سوري مبخوش، وإنما مع أحد فروع المخابرات الموجودة في محافظته. إذا كان هذا النظام لا يقبل بتعيين شخص معارض له بالرأي في منصب تافه كهذا المنصب، فكيف سيقبل بمنافس لرئيس الجمهورية على كرسي الرئاسة؟ معروف للقاصي والداني أن الحكام الدكتاتوريين الطغاة يحيطون أنفسهم بدرجات متفاوتة من القداسة من أجل أن يغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى تشكيل حالة معارضة لحكمهم بين أفراد الشعب. نحن في سوريا لم نكن نندهش بسبب ارتفاع نسبة محبي حافظ الأسد ثم وريثه بشار إلى 97% أو 99%، بل كنا بصراحة نفكر في الأشخاص الشجعان الذين تجرؤوا فكتبوا في الورقة المخصصة للنعم حرف النفي الفظيع لا. في إحدى الكليات العسكرية الموجودة في المنطقة الوسطى حمص وما حولها، تعرض قائد إحدى الكتائب إلى مشكلة عويصة تلخصت في أن لجنة فرز الأصوات القادمة من أعلى قيادة أمنية وعسكرية في الشام عثرت في صندوق الاستفتاء الخاص بكتيبته على ورقة شاذة للغاية كتبت عليها بشكل لا لبس فيه كلمة لا. استنفرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في المنطقة الوسطى استنفارا عاليا، واستدعي قائد الكتيبة المنكوبة إلى قيادة المنطقة الوسطى على عجل. قائد الكتيبة المنكوبة طلب من المحققين إعطاء مهلة 24 ساعة ليأتيهم بالفاعل موجودا، ولأنه شخص مشهود له بحب القائد والإخلاص للحركة التصحيحية المباركة فقد وافقوا على إعطائه المهلة. ذهب الضابط إلى كتيبته وألقى في الجنود محاضرة طويلة عريضة مفادها أن الاستفتاء على السيد الرئيس بشكل علني لا يعطي نتائج حقيقية، فلربما قال أحدكم نعم أو لا مما بالخوف أو المسايرة أو اللامبالاة، وإنه الآن سوف يعيد الاستفتاء بالاعتماد على الغرفة السرية. قائد الكتيبة خلال 5 دقائق فقط عرف من يكون العنصر، قبض عليه وشحطه من الكتيبة إلى قيادة المنطقة الوسطى، سلمهم إياه واختفى العنصر ولم يظهر بعد ذلك قط. فكيف حصل ذلك؟ لقد وضع قائد الكتيبة على الوجه الخلفي الورقات الاستفتائية بقلم الرصاص الفاهي أرقاما متسلسلة غير مرئية، وأدخل عناصره إلى الغرفة السرية بالتسلسل من 1 إلى آخر رقم في تعداد الكتيبة، وبعد انتهاء العملية قرأ رقم الورقة المكتوبة عليها لا من قفا الورقة، فعرف من هو ذلك الشخص الغريب الأطوار الذي أقدم على هذه الجريمة الشنعاء. نصل مشاهدنا إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم، حيث نشرت صحيفة العهد مقالا لغرناطة الطنطاوي بعنوان المرأة السورية بين الحاضر والمستقبل. قالت فيه: المرأة السورية هي الركن الحصين للعائلة السورية، فبها ترتقي الأسرة بأخلاقها وأهدافها وعلمها، لذلك كان دور المرأة في الثورة السورية بارزا بصورة لافتة للنظر،
فسمعنا بخنساء دير الزور التي قدمت 7 من فلذات كبدها وهي صابرة محتسبة، فتبعتها خنساء تلو خنساء، وزوجة شهيد وأخت شهيد وابنة شهيد. فكانت المرأة السورية على قدر من وعي وتحمل مسؤولية بعد أن كانت ترفل في بيتها في غنج ودلال، وإذا بها تحمل طفلا في بطنها وطفلا على كتفها وأطفالا تجرهم جرا بين الأحراش والغابات والصحاري، متجاوزة الحدود بصبر وأنا كي توصل فلذات كبدها إلى بر الأمان. وقد تكون هذه الأم صغيرة في العمر تكاد تعد من غير البالغين، ولكن المحنة جعلت منها امرأة ناضجة على قدر المسؤولية، فأقامت المشاريع البسيطة كي تعيل أسرتها الصغيرة، من حياكة ملابس إلى طهو الطعام أو غيرها من المهن الشريفة، مبتعدة كل البعد عما يشينها أو يمس كرامتها وعفتها. فرأيناها تحمل سلاحا بيد وعلى كتفها طفلها الصغير، ورأيناها في ساحة الحرب تحمل مصحفا والثوار يقبلون عليها، يقبلون هذا المصحف الشريف، وكأنهم يعاهدونها على المضي قدما في تحرير سوريا من براثن الكفر والطغيان. ورأيناها تقود كتيبة نسائية بكل جرأة وصمود، ورأيناها تضمد الجرحى وتتنقل بينهم غير مبالية بالرصاص والقنابل والبرامل المتفجرة. فوقف العالم مشدوها أمامها رافعا قبعته إجلالا لهذا الصمود الرهيب. فحق لهذه المرأة العظيمة أن تتبوأ مركزها الريادي الآن في أثناء هذه الثورة المباركة وما بعد الثورة في بناء مجد سوريا التليد. فقد كشفت هذه الثورة العظيمة الإمكانيات والمواهب والقدرات الهائلة التي كانت تمتلكها المرأة السورية، ولكنها كانت دفينة غير مرغوب فيها بسبب العادات والتقاليد حينا، والتي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وبسبب انصراف المرأة إلى أمور ثانوية بسبب حياة الفراغ التي أجبرت على عيشها. لذلك على المرأة أن تعود إلى مقاعد الدراسة إلى أعلى مستوياتها، فهي معلمة الجيل القادم، وعليها أن تقتحم مناحي العمل المختلفة، فهي المعيل لأسرتها الصغيرة بعد فقد زوجها، لأن كرامتها لا تسمح لها أن تمد يدها إلى الناس، فالخطب جلل والمصاب كبير. البيوت هدمت والمؤسسات دمرت والضروع جففت والزروع أجدبت والمدارس أقفلت والبنى التحتية سويت. فبعد هذا الدمار والخراب الذي أصاب البشر والحجر، لابد أن يتكاتف الجميع للنهوض بهذا الوطن وإنقاذه من هواته السحيقة، وهذا لا يكون من دون الارتقاء بدور المرأة لتكون العنصر المهم والأساس في المساعدة ببناء الوطن من جديد. وهذا ما يستوجب على المرأة أن تطور نفسها، فتلتحق بالجامعات وتنتسب للمنظمات وتواكب الدورات التدريبية والمهنية، وبقدر ما هو دور منوط على المرأة، إلا أن للرجل دورا مهما في ذلك أيضا، فمن جهة عليه دور التحفيز والتشجيع، ومن جهة أخرى عليه المساعدة في الثورة على العادات والتقاليد البالية التي تنسب للدين ظلما وبهتانا، فتحجم من دور المرأة بدعوى حمايتها والحفاظ عليها. إن مستقبل سوريا مرتبط أشد الارتباط برفع الوعي لدى فئات المجتمع جميعها حول ضرورة إشراك الجميع في بناء سوريا الحرة. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.